السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرة الوصفات. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة من وصفاتي المجربة والناجحة لعلاج الهالات السوداء تحت العينين. أيضا هذه الوصفة تعالج الانتفاخ وتعالج التجاعيد تحت العينين وحتى تجاعيد الوجه. بالنسبة لهذه الوصفة بسيطة جدا ومكوناتها بسيطة، ممكن حتى أننا نستفيد منها لكامل الوجه، يعني نضع الكمية تحت العينين وبقية كمية الماسك سنوزعها على كامل الوجه، تعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة، تعالج الحبوب، تشد الوجه وتعالج التجاعيد. قلت مكونات الوصفة سهلة وبسيطة جدا، ولكن ضروري جدا مداومة عليها 3 مرات أو 4 مرات حتى تحصلوا على النتيجة 100%. يعني من أول استعمال ستلاحظون نتيجة واضحة، ومع المداومة سيختفي المشكل نهائيا إن شاء الله. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي، يعني الضغط على الاشتراك في القناة والضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة قلت سنحتاج فيها إلى مجموعة من المكونات. أول مكون وهو ملعقة صغيرة من البن أو القهوة، القهوة العربية يعني العادية، ملعقة صغيرة من القهوة أو البن. نضيف لها مكون آخر وهو الكركم، تقريبا نصف ملعقة أو أقل من الكركم، نصف ملعقة صغيرة أو أقل من الكركم. نحتاج أيضا إلى إضافة مكون آخر وهو زيت جوز الهند، سنضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نخلط المكونات كلها مع بعض، وسنحتاج إلى إضافة مكون آخر وهو العسل أو عسل النحل، تقريبا ملعقة صغيرة من عسل النحل، أي نوع عسل نحل يكون موجود، تقريبا ملعقة صغيرة من العسل. نخلط كل هذه المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط تقريبا مثل الماسك، ليس متماسك كثيرا وليس سائل كثيرا. لاحظوا قوام الماسك يكون بهذا الشكل. بالنسبة للهالات السوداء، من طريقة الاستعمال نوزع الماسك تحت العينين بهذه الطريقة تحت العينين، وأكيد بعدها نحاول أنه لا نقرب كثيرا إلى منطقة العينين. بالنسبة لباقي الوجه، إذا أردنا تفتيح الوجه وعلاج مشاكل الوجه، نضع طبقة من هذا الكريم أو هذا الماسك عفوا على الوجه، ثم نقوم بعمل حركات دائرية، تقريبا نقشر الوجه بهذا الماسك، ونترك الماسك على البشرة من ربع ساعة حتى 20 دقيقة أو حتى إلى 30 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ وبعدها أو بالماء الدافئ والغسول وبعدها بالماء البارد،
ولا ننسى ضروري جدا ترطيب البشرة، وأنصح بترطيبها بفيتامين أ يعالج يعني التجاعيد والهالات السوداء بشكل سريع جدا، أو زيت جوز الهند نرطب به البشرة. نداوم على هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. هذه هي الوصفة لليوم، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة من وصفاتي المجربة والناجحة لعلاج الهالات السوداء تحت العينين. أيضا هذه الوصفة تعالج الانتفاخ وتعالج التجاعيد تحت العينين وحتى تجاعيد الوجه. بالنسبة لهذه الوصفة بسيطة جدا ومكوناتها بسيطة، ممكن حتى أننا نستفيد منها لكامل الوجه، يعني نضع الكمية تحت العينين وبقية كمية الماسك سنوزعها على كامل الوجه، تعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة، تعالج الحبوب، تشد الوجه وتعالج التجاعيد. قلت مكونات الوصفة سهلة وبسيطة جدا، ولكن ضروري جدا مداومة عليها 3 مرات أو 4 مرات حتى تحصلوا على النتيجة 100%. يعني من أول استعمال ستلاحظون نتيجة واضحة، ومع المداومة سيختفي المشكل نهائيا إن شاء الله. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي، يعني الضغط على الاشتراك في القناة والضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح و أسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة قلت سنحتاج فيها إلى مجموعة من المكونات. أول مكون وهو ملعقة صغيرة من البن أو القهوة، القهوة العربية يعني العادية، ملعقة صغيرة من القهوة أو البن. نضيف لها مكون آخر وهو الكركم، تقريبا نصف ملعقة أو أقل من الكركم، نصف ملعقة صغيرة أو أقل من الكركم. نحتاج أيضا إلى إضافة مكون آخر وهو زيت جوز الهند. سنضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نخلط المكونات كلها مع بعض، وسنحتاج إلى إضافة مكون آخر وهو العسل أو عسل النحل، تقريبا ملعقة صغيرة من عسل النحل، أي نوع عسل نحل يكون موجود، تقريبا ملعقة صغيرة من العسل. نخلط كل هذه المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط تقريبا مثل الماسك، ليس متماسك كثيرا وليس سائل كثيرا. لاحظوا قوام الماسك يكون بهذا الشكل. بالنسبة للهالات السوداء، من طريقة الاستعمال نوزع الماسك تحت العينين بهذه الطريقة، تحت العينين، وأكيد بعدها نحاول أنه لا نقرب كثيرا إلى منطقة العينين. بالنسبة لباقي الوجه، إذا أردنا تفتيح الوجه وعلاج مشاكل الوجه، نضع طبقة من هذا الكريم أو هذا الماسك عفوا
على الوجه، ثم نقوم بعمل حركات دائرية تقريبا، نقشر الوجه بهذا الماسك، ونترك الماسك على البشرة من ربع ساعة حتى 20 دقيقة أو حتى إلى 30 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ، وبعدها أو بالماء الدافئ والغسول، وبعدها بالماء البارد. ولا ننسى، ضروري جدا ترطيب البشرة، وأنصح بترطيبها بفيتامين أ، يعالج يعني التجاعيد والهالات السوداء بشكل سريع جدا، أو زيت جوز الهند نرطب به البشرة. نداوم على هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. هذه هي الوصفة لليوم، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.